السلام عليكم. ازاي تذاكر شخصية جات لك؟ سواء بقى كان مشهد، كان دور بطولة، كان دور ثانوي، مهم انك تعمل كاركتر لنفسك، مهم انك تعمل شخصية لنفسك في الدور، تبروز نفسك ازاي. طيب تبقى مميز، يعني تعمل شكل مميز. طيب اول حاجة انك تقرأ النص، يعني مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل لتفاصيله وتفهم احداثه وتفهم الدنيا ماشية ازاي بكل حاجة بقى. ده حاجة، يعني تفضل تقرأ النص لحد ما توصل ان انت خلاص انت فاهم الدنيا ماشية ازاي. تاني حاجة تبدأ تفهم الشخصيات ادوارها ايه، الشخصيات ادوارها ايه، يعني كل شخصية بتتميز عن الشخصية التانية بايه. الشخصية دي يعني مثلا فيها حاجة مميزة، كل شخصية بقى. تالت حاجة انك تبدأ تعمل تاريخ للشخصية، تعمل تاريخ للشخصية. طب ازاي تعمل تاريخ للشخصية؟ المؤلف بيبقى كاتب حاجات في النص، وفي حاجات بتبقى مش مكتوبة. الحاجات اللي مش مكتوبة انت اللي بتبدأ يعني تتخيلها، بس طبعا بتبقى واقعية، يعني ماشية مع النص، فاهم؟ مش تعمل حاجات اصلا ملهاش علاقة بالنص، لا، انت تبدأ تكتب حاجات ليها علاقة بالنص. طب زي ايه؟ يعني مثلا المؤلف، مثلا نقول اللي هو هيكون كاتب الاسم، كاتب السن، كاتب يعني لو مثلا في نفس المسرحيه فيها اب وام، يبقى ابوك وامك موجودين، تمام، عايشين، وهكذا. هنقول مثلا دي اللي هو كاتبها. هتبدا انت بقى ايه، تشوف هو ساكن فين من خلال النص، ممكن من خلال اصلا كلام ناس تانية غيرك تعرف تفاصيل عنك. حلو الكلام. فانت تبدا، عشان كده بقول لك تقرا النص كذا مرة وتبدأ تفهم الشخصيات، تقرا النص كله، ما تقراش دورك بس. دي حاجة. تعرف بقى هو في مدرسة ايه، تكتب كده في ورقة خارجية، هو مدرسة ايه، اسمه ايه، سنه، طوله، وزنه، بيلبس ايه، بيمشي ازاي، ليه حركة مميزة ولا لأ، في علامة مميزة في شكله ولا لأ، بياكل ازاي، حركة ايده وهو بياكل، لما بيعيط بيعيط ازاي، لما بيضحك بيضحك ازاي، ليه تسريحة شعر معينة ولا لأ، يعني في كده حاجة مميزة في شعره ولا لأ، ممكن يبقى شعره طويل، ممكن يبقى قصير، بيعمله على جنب، بيعمله على ورا، أقرع أصلا، على حسب. طبعا الكلام اللي بقوله ده ممكن مش شخصية البنت والراجل، يعني مش بتكلم، بس أنا بتكلم بس إيه كراجل عشان إيه الناس تفهم أكتر. كده. طيب إيه تاني؟ إيه الألوان اللي بيفضلها؟ الألوان اللي هو بيحبها. حلو الكلام. حاجة تانية، طيب هل عنده إعاقة معينة ولا لأ؟ طب هل هو مدمن لحاجة معينة ولا لأ؟ يعني هو يعني بيشرب خمرة، بيشرب مخدرات، أي حاجة ولا لأ؟ ولا هو محترم؟ وهكذا بقى لكل حاجة، يعني حرفيا كل حاجة هتيجي في دماغك تبدأ إيه؟ تكتبها في الورقة، وكل ما تملى أكتر في الورقة كل ما هتبدأ انت. طب ما انت ممكن تقول طب ما في حاجات ملهاش لازمة، يعني ايه لازمة ان هو بيحب لون ايه، ايه لازمة ان هو تسريحة شعره ايه، بيمشي ازاي. لا، كل ده انت بتبني شخصية، انت بتعمل شخصية على ورق للحم ودم، فانت لازم تعرف ادق 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 تفاصيلها. فانت عشان كده لازم يعني اقل حاجة ما تستهونش بيها، ما تقولش يا عم انا هستفيد ايه. طب والله العظيم في ناس ولا اصلا بتقرا النص، ولا بتعمل حاجه، ولا والدنيا معاها زي الفل زي الفل، فاهم؟ اللي هو بياخد حتى بيتلقن الكلام، انا ما عنديش مشكله في تلقين الكلام، بس هو ما فتحش النص اصلا، ذاك يتلقن الكلام، يطلع على المسرح يرمي زي ما بيرمي كل مره. يعني هو عنده شخصيات معينه كده، حاجات ثابته هو كويس فيها، يلا 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 يلا، مش بيبدع. وهنا بقى ايه شطاره الممثل، انت ازاي كل دور او كل مسرحيه او كل عمل تبقى مختلف عن الدور التاني. هنا بقى، هنا بسبب اللي انت بتكتبه، بسبب اللي انت التاريخ الشخصيه والكاركتر واللبس والالوان، كل ده بيفرق قوي 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 معاك، لانك بتبني شخصيه مختلفه تماما عن اللي انت عملتها قبل كده. لا يمكن هتلاقي شخصيتين، لو انت بتعمل كده لا يمكن هتلاقي شخصيتين زي بعض، لا يمكن، مفيش شخصيتين بيتشابهوا. الا بقى في ايه؟ اديك مثال، مثلا جالك دور على الهوا، يعني انت مثلا رحت قبل كده عملت قصر جنرال او اوديشن، او مثلا اشتغلت مع حد مسرح قبل كده، ويوم التصوير المفروض هو كان هيشتغل ما جاش، حصل لظروف ما بقى، تمام، فكلموك انت دبل كاست، وانت ما كنتش عارف اصلا ان انت هتبقى دبل كاست، اللي هو كلموك على الهوا. هنا بقى انت تروح
تبدأ تفهم الكلام. ممكن بقى ايه يعني لو عرفت يعني اللي انت تبدع من عندك ماشي، دي هيبقى حاجة كويسة جدا لو انت تعمل حاجة مختلفة تمام. اما لو انت اتحطيت فممكن تطلع بقى من الارشيف اللي عندك القديم، فاهم؟ دي حاجة مهم كمان برضو، انك المخرجين اللي بتشتغل معاهم ما تشتغلش مع اللي يقللك، ما تشتغلش مع حتى يخليك على ثابت زي ما انت، لا اشتغل مع اللي دايما يطور، يطور منك اللي دايما يعليك، دايما يضيف لك، عشان ما تضيعش وقت مع حد مش هيضيف لك وتقلع على الفاضي، ولا كأنك ولا عملت حاجة. ويا سلام هتعمل عرض، العرض هيجي بيه اهلك، هيجي فيه صحابك، هيجي فيه فكرة كمان هنا. انا يعني انا بفضل اشتغل العروض اللي ما اعرفش فيه حد. هنا بقى يبان الممثل الكويس الممثل العادي. فحاول دايما تشتغل في العروض اللي ايه اللي بره، اللي بره محافظتك. انا بفضل اشتغل بره محافظتي، بره اسكندريه طبعا. يعني من وقت للتاني بحب اشتغل طبعا على ارض اسكندريه، عشان ايه؟ اهلي، صحابي، الناس دي، ناس مثلا غريب. لو لقاء ممكن الله اعلم ممكن اشتغل عرض في اسكندريه يبقى ناس كلها غريبه، فاهم؟ فهي الفكره، انا بحب دايما اشتغل بره عشان بره بيبان بقى هنا، بيبان انت محدش يعرفك، يعني محدش يعرفك، فاهم؟ فهنا يبان بالسوكسي، يبان بالسوكسي. حاول دايما تشتغل بره. طبعا انا بقول لك يعني ما مش بقول لك ما تشتغلش عندك في محافظتك، لا اشتغل، بس حاول تخطر الشغل بره، عشان هنا بقى بيبان الممثل كويس الممثل الغير كويس. ايه تاني كنت هقول حاجه تانية. خلي بالك من النصابين، خلي بالك من النصابين. المجال تقريبا 90% منه اصلا نصب، كلام بجد والله العظيم، 90% منه بلح، كلها تجاره، ما مش فن. هما بيشتغلوا عشان خاطر فلوس، مش خاطر عشان خاطر نطلع فنانين، عشان نطلع قامه وقيمه والكلام ده. لا، ما فيش الكلام ده خالص، كلهم بيشتغلوا عشان خاطر ويهموك. يهموك يعني في الاول كده يهموك، يقول لك ايه يا عم ده انت هتبقى مش عارف ايه، انت معانا هندفع بس مش عارف كام، وهنشغلك في المسلسل الفلاني، وفي المسلسل الفلاني هتشتغل هنا وهتشتغل هنا وهتبقى نجم، ويبيعوا لك الوهم، فاهم؟ بيقول لك ايه مثلا الورشه مش عارف ايه، تعالى وبعد كده هنبدأ نسوقك، هنبدأ نعمل لك، هنبدأ كله في الآخر بلغت. طبعا كلام كتير، بس يعني خلي بالكوا، لأن 90% حرفيا منهم نصابين، 10% بتلاقيهم كويسين فهتلاقيهم قليلين. فاتعب عشان خاطر توصل للكويس، عشان خاطر ربنا يكرمك طبعا، مع مكاتب الكاستنج ويعمل كاست جنرال واوديشن مع فرق المسرح كده. وربنا يوفقنا جميعا يا رب. اللي عنده أي سؤال يسأل في الكومنتات، واعمل لايك عشان اللايك بيساعد ان الفيديو يتشاف اكتر، وابقى اشترك في القناة. السلام عليكم.